نرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام، أجمل ترحيب وحلقة جديدة من برنامج المرور مجتمع قناة الأنبار الفضائية. نحن حاليا على طريق مرور سريع مقابل مدينة الفلوجة، نناقش مع الأخوة من مديرية طرق المرور السريع آلية نصب أسجة أمنية لهذا الطريق الحيوي المهم. أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع المهندس ياسر، نناقش معه آلية عمل هذه المديرية. اهلا وسهلا بك استاذ ياسر. اهلا وسهلا بك سياده العقيد. استاذ، بخصوص اليه العمل مالتكم على طريق المرور السريع، نعم. وضع الاسجه الامنيه، ايش وقت باشرتوا بالعمل؟ مده العمل؟ المسافه اللي راح تباشرون او تنجزون العمل بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه تعريف بسيط بعمل مديريتنا. نحن مديريه تسمى مديريه طرق المرور السريع، تعود مرجعيتها إلى دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان. هذه المديرية هي مديرية تختص بصيانة طريق المرور السريع وإزالة التجاوزات الحاصلة عليه للمسافة الواقعة من تقاطع غرب بغداد، وهي نقطة السنتر صفر باتجاه الجنوب، واقع ما يقارب 600 كيلومتر، وكذلك من نفس المنطقة وهي تقاطع غرب بغداد أو نسميها سجن أبو غريب باتجاه الغرب 600 كيلومتر. نظرا لتعرض الطريق المرور السريع من خلال الأحداث العسكرية المتتالية على البلد، تعرض هذا الطريق الذي يعتبر من أهم البنى التحتية في العراق، تعرض إلى دمار متكرر، وخاصة موضوع الجسور وكذلك موضوع إزالة الأسجة الواقية على الجزر الوسطية، وهي من المواضيع التي أثرت بشكل سلبي، حيث أدى إزالة السياج الواقي إلى بدء استخدام الخاطئ للمركبات العبور على الجزر، وبالتالي حوادث مميتة. هناك مديرية ننسق معها وهي مديرية مرور الأنبار، قاطع مرور الطرق الخارجية برئاسة الأستاذ سعدون. تحت الضغط المتكرر من المديرية وبالكتب المستمرة تم رفع هذه المخاطبات إلى مراجعنا، وبتنسيق عالي وبتوجيهات من السيد رئيس البرلمان المحترم والسيد محافظ أنبار والنائب الفني مع السيد وزير الإعمار والإسكان، حصلت موافقة وزارة الإعمار والإسكان السيد الوزير بتاريخ 25/2/2019 على تجهيز محافظة الأنبار ب 10 كيلومتر من السياج الواقي لغرض التغلب على هذه المشكلة، هو مشكلة الحوادث المرورية. تم اختيار هذه المنطقة التي خلفنا، وهي منطقة تقع بين تقاطع الفلوجة وسيطرة الصقور، تم اختيارها من قبل قاطع مرور الطرق الخارجية، حيث هي من أكثر المناطق التي تحصل فيها الحوادث المرورية. تم بدء العمل بشهر رمضان المبارك، حيث بدأنا بدق الركائز السياج من تقاطع الفلوجة باتجاه الصقور. الحمد لله الآن تم إنجاز ما يقارب 5 كيلومتر من السياج، لتبدأ بعدها الحملة الثانية وهي 5 كيلومترات الأخرى باتجاه الصقور، وهناك حملات أخرى كما تم إبلاغنا من قبل المراجع. سوف يتم تزويد المحافظة بعد موافقة السيد الوزير على كميات أخرى من السياج الواقي تصل إلى حوالي 45 كيلومتر، سيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية مرور الأنبار في المناطق التي تحتاج إلى إعادة السياج والتي تكون فيها كثافة سكانية عالية، مما يؤدي إلى حركة المركبات بالاتجاهين باستخدام الجزر الوسطية، وهذا من الأمور الغير يعني الأمور التي تؤدي إلى حوادث، وبالتالي سيتم اختيار هذه المناطق بعناية وتركيب السياج الواقي فيها بالتنسيق مع دائرة المرور. طبعا طبعا بالتنسيق مع، احنا دائما بالتنسيق مع دائرة المرور دائما، وهناك مخاطبات رسمية وتختار هذه الأماكن بدقة. أستاذ، بخصوص الأسجة الأمنية، يعني تختصر فقط على الجزرات الوسطية أم الجوانب الطريق المرور السريع أيضا راح تجهزوها؟ نعم، بالنسبة لطريق المرور السريع الجزر الوسطية فيها سياج واقي، هذا من الأمور الحتمية. بالنسبة للأكتاف نسميها الجوانب، في المناطق التي يرتفع فيها طريق المرور السريع عن
سطح طريق المرور السريع، عن مستوى الأرض الطبيعية يتم استخدام الأسجة الواقعة في الأكتاف، كما في المنطقة المثال ذلك منطقة الجسر الياباني وجسر فلسطين وغيرها التي ترتفع فيها سطح الطريق السريع عن مستوى الأرض الطبيعية بجانبها، بالتالي لتلافي حصول حادث لا سمح الله، بالتالي السياج يمنع المركبة من السقوط باتجاه المنحدر. أستاذ، لا يخفى على حضراتكم أهمية طريق المرور السريع والامتيازات التي يتميز بها هذا الطريق. يعني للأسف حسب ما نلاحظ أنه طريق المرور السريع أصبح خالي من تلك المواصفات، يعني الأسجة الأمنية، سياج المانع للماشية والحيوانات، الخطوط الأرضية، المجسرات العابرة، يعني أغلب مركبات يستدار من طريق المرور السريع من الجانب الأول إلى الجانب الثاني، وهذا مخالف للمواصفات الدولية للطرق السريعة. يعني نتأمل أنه هذه المرحلة الأولى تتبعها مراحل أخرى لوضع اللمسات الأخيرة لهذا الطريق الحيوي. سؤال جيد. لا يخفى على سيادتكم أن المعارك العسكرية الأخيرة سنة 2014 و15 و16 في محافظة الأنبار أدت إلى تدمير كامل بالبنى التحتية للطريق السريع. أبسط مثال هو الجسور، عشرات الجسور التحتانية وعشرات الجسور الفوقانية وتفجير عشرات القناطر الصندوقية والأنبوبية. الحمد لله بدأت يتعافى الطريق السريع من خلال بعد أعمال تال أعمال عسكرية، أحيلت المعابر المائية مثلا الجسر فلسطين والجسر الياباني والجسر نهر قرمة، أحيلت من قبل منظمة برنامج الأمم المتحدة. الحمد لله الآن جسر نهر القرمة أنجز 100% الذي يعبر فوق نهر قرمة في الصقلاوية، جسر اليابان كونكريت نسبة إنجاز ما يقارب 95%، جسر فلسطين على نهر الفرات في مدينة الرماد نسبة إنجاز ما يقارب 65%. بالنسبة للجسور الأخرى الحمد لله الآن سيتم خلال الأسابيع القادمة حالة ما يقارب من 15 جسرا، بعضها مثل تقاطع الفلوجة وجسر فوق سكة القطار الفلوجة وجسر البوشهاب والجسور التحتانية في المنطقة الغربية، ستحال ضمن تخصيصات القرض الطارئ البنك الدولي على دائرة الطرق والجسور. مشكورة جهود السيد الوزير والسيد مدير عام دائرة الطرق والجسور ومدير الطرق المرور السريع. هناك مجموعة من الجسور ستحال على ضمن خطة محافظة الأنبار عام 2019 تقريبا 7-6 جسور كمرحلة أولى، وهناك جسر زنقورة سيحال ضمن خطة صندوق الإعمار لعام 2019. كذلك سيتم إعمار وإعادة تأهيل جميع القناطر المتضررة التي بسببها الآن حوادث مرورية متكررة نتيجة وجود القناطر والتي تم صيانتها بشكل وقتي من قبل محافظة الأنبار مشكورة عام 2018. فنتأمل إن شاء الله السنة. مع هذا نحن كمديرية طرق المرور السريع قمنا برفع الخطة الخمسية من سنة 2019 سنة 2025 التي تشمل إعادة جميع مفاصل طريق المرور السريع من قشط المناطق المتضررة إلى إكساء طبقة سطحية إلى إعادة سياج الواقي، إعادة سياج السلكي، إعمار المناطق محطات الاستراحة، جميع علامات المرورية. وتعرف سيادتك أنه حضرتك أنه البلد يمر بأزمة مالية نتيجة المعارك، فنتيجة التقشف اللي حصل بالبلد الحمد لله بدأت الأمور ترجع إلى من خلال توفر مبالغ الخاصة بالصيانة. فنحب نبشركم أنه خلال الفترة القادمة إن شاء الله طريق المرور السريع يشهد إن شاء الله نقدر نقول ثورة بالإعمار إن شاء الله. بجهودكم وجهود الطيبين والسادة المسؤولين إن شاء الله إحنا إن التواصل مستمر مع حضراتكم لتسليط الضوء على هذا الطريق الحيوي والوصول إلى إنجاز أكبر إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا طبعا لا يسعنا في هذا المجال إلا نشكر قناتكم الكريم وبرنامجك اللي أنا من المتابعين دائمين طبعا. كذلك نحب نشكر في هذا المجال السيد وزير الإعمار والإسكان، السيد مدير عام دائرة الطرق والجسور، السيد مدير طرق المرور السريع، جميع كوادر دائرتنا المتجحفلة في المواقع للإشراف على العمل. وكذلك لا يسعنا في المجال إلا نشكر السيد رئيس البرلمان لمتابعة المباشرة والسيد محافظ أنبار والسيد النائب الفني والإدارة المحلية في الفلوجة ومجلس المحلي في الفلوجة. كذلك شكر موصول إلى الأستاذ مهدي عبد الفرحان مدير طرق والجسور أنبار لمتابعته المستمرة معنا بكافة التفاصيل. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين الكرام، نشكر الأستاذ المهندس ياسر من مديرية طرق المرور السريع على هذا الإيجاز وهذا الإيضاح ولجهودهم المتواصلة في إنجاز أكبر مهام وصيانة طريق المرور السريع الحيوي. أعزائي المشاهدين الكرام، تواصلوا معنا.
أعزائي المشاهدين الكرام، نلتقي مع عقيد المرور سعدون مهدي فرحان آمر قاطع مرور الطرق الخارجي. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا سيدي. بخصوص آلية العمل للأخوة من مديرية طرق المرور السريع في نصب الطرق الأسجة، العفو الأسجة الأمنية على طريق المرور السريع، آلية العمل والتنسيق مع حضرتك الموضوع. الحقيقة لأهمية هذا الطريق السريع الدولي الذي يربط بين محافظة بغداد عاصمتنا الحبيبة ومحافظة الأنبار، أضاف إلى الدول المجاورة الشقيقة. هذا الطريق حقيقة مهم جدا وحيوي، ويشهد حركة كثيفة من السيارات، سواء السيارات الكبيرة أو السيارات الصغيرة. حقيقة استبشرنا خيرا عندما لاحظنا إعادة السياج الواقي للجزر الوسطية على الخط السريع، حيث هذا السياج قبل ما يعاد كانت هناك حوادث يوميا كبيرة وراح ضحيتها الكثير من الأخوة السواق الأبرياء. الحقيقة احنا نتمنى ان يكون هذا العمل مستمر الى سيطرة الصقور، حيث حاليا هذا العمل تم صيانته الى منطقة الجسر 27، وان شاء الله العمل جاري لإكماله إن شاء الله إلى سيطرة الصقور. سيد، ممكن يعني توجز للأخوة المشاهدين الأضرار المترتبة على طريق المرور السريع، الأضرار اللي تؤدي إلى الحوادث المرورية اللي عرجت عليها حضرتك؟ الحقيقة هي أهم نقطة هو هذا السياج الواقي في الجزر الوسطية. كما تلاحظون سابقا كانت السيارات تستدار من الجزر الوسطية وهي استدارات غير نظامية، مما سببت في وقوع الكثير من الحوادث راح ضحيتها الأخوة المواطنين، أضاف إلى تدمير ممتلكات المواطنين. سيد، بخصوص الجسر القريب على معارض الفلوجة، جسر العابر لطريق مرور السريع، حاليا توجد حسب ما ذكرت حضرتك قبل اللقاء أنه توجد فيه أضرار في هذا الجسر يعني يمنع أنه استخدامه من ساقي المركبات. الحقيقة نلتمس هذه اللقاء بأن نناشد وزارة الإسكان والتعمير ومديرية طرق المرور السريع على صيانة هذا الجسر لأهميته، لكونه الجسر الفوقاني الذي يربط الجانب الأيمن بالجانب الأيسر، حيث توجد هناك دوائر كبيرة على الجانب الأيمن متمثلة بموقع شرق الأنبار، أضاف إلى جامعة الفلوجة، أضاف إلى جامعة التمريض، وأضاف إلى الجانب الأيسر، لكون الحمد لله هذا السياج الواقي ده يعملون فيه، فيجب أن يكون إصلاح لهذا الجسر، علما بأن أضرار هذا الجسر بسيطة جدا ومن الممكن إصلاحه حاليا. سيدي، بخصوص الأخوة ساقي المركبات، من ده يلاحظون أنه توجد أضرار في هذا الطريق الحيوي، هل يوجد تعاون يعني مع مفارزنا المرورية بصدد الالتزام بإرشادات المرور، التخفيف من السرعة؟ نعم، هناك التزام كبير الحمد لله حاليا من الأخوة السواق، حيث هناك جهاز المرور حاليا والحمد لله منتشر على طول الخط السريع من سيطرة الصقور، هناك موجودة مفارز، وكذلك عند كيلو 27 مفارز، وعند التقاطع الفلوجة كيلو 29 مفارز، وعلى الجسر الياباني وسيطرة الشهيد أحمد الصداق، وكذلك سيطرة الخمسة وثلاثين إلى منطقة السبعين، هناك توجد مفارز لملاحقة الأخوة المخالفين وكذلك إرشاد السواق لتخفيف وتقليل الحوادث المرورية على الخط السريع. سيدي، واجبات عملكم قاطع مرور طرق خارجية تبدأ من سيطرة الصقور للسبعين، سيطرة السبعين؟ الحقيقة واجب القاطع مال الطرق الخارجية حاليا من سيطرة الصقور وهو كيلو 17 إلى كيلو 160 فوق الأنبار، علما أن المرور حاليا هو آخر سيطرة موجودة على كيلو 70 فوق الأنبار. سيدي، رسالة تحب توجه حضرتك للمفارز المرورية المنتشرة على طريق المرور السريع وبنفس الوقت للأخوة ساقي المركبات؟ الحقيقة احنا نناشد الأخوة السواق المارين على الطريق السريع الانتباه الشديد، لكون الحركة بهذا الطريق هي حركة كثيفة، وكذلك هو اسمه خط السريع، فتكون يسمح للسائق بالحركة
100 والى 120 عند الخط الايسر اللي يقولوا له خط الاجتياز. فنناشد الاخوه السواق بالانتباه وعدم الاستداره من الاستدارات الغير نظاميه خوفا على ارواح الماره من السواق. سيدي برايك يعني الحوادث المروريه حاليا في تزايد ام في تناقص بالوقت الحالي؟ الحمد لله حاليا عند عودة الأهالي إلى محافظة الأنبار أخذ العمل مستمر من هذاك يعني من تاريخ العودة ولحد الآن. حاليا الحوادث إن شاء الله قليلة جدا، وإن شاء الله نقول هي ماكو انتهاء للحوادث ولكن إن شاء الله تكون قليلة جدا، وحقيقة سلامة المواطن عندنا فوق كل شيء. فإن شاء الله تكون الحوادث قليلة والعمل حاليا الحمد لله مستمر، علما هناك يوجد عمل على الجسر الياباني، وهناك يوجد عمل على جسر فلسطين، وهناك إن شاء الله يكون عمل على جسر 31 هو جسر السكة الحديدية. وإن شاء الله مثل ما قلت إحنا نناشد وزارة الإسكان على أكمال جسر 27 اللي يسمى جسر المزرعة وهو جسر فوقاني، وإن شاء الله يكمل الجسر الفوقاني لمنطقة السكير، وإن شاء الله أيضا جسر البعيثة، ويكون ونقول هناك إن شاء الله الخط السريع إن شاء الله تكامل، وإن شاء الله العمل مستمر إن شاء الله بجهود الأخيار. سيدي بخصوص مفارزنا المرورية قبل يومين باشرت بمساعدة الأخوة أو المقاولين المهندسين في صيانة الحفريات الموجودة خلف سيطرة الصقور باتجاه بغداد، الحفريات الموجودة على طريق المرور السريع. يعني نبدأ مختصر للأخوة المشاهدين الكرام. الحقيقة احنا نشكر الشركة اللي قامت بالتبرع وهي شركة البدهن على تسوية المطبات وكذلك الحفريات اللي هي موجودة خلف سيطرة الصقور باتجاه محافظة بغداد، وكان العمل لمدة يومين يعني، وقامت بتسوية الكثير من المطبات وكذلك تسوية الحفريات، وكانت بمساعدة الأخوة من رجال المرور. كانت هناك عندنا مفرستين لتحويل السير من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، والحمد لله انتهت العملية بسلام. وإحنا مثل ما قلت نشكر هذه الشركة على التبرع وتسوية هذه الحفريات وكذلك تسوية المطبات. سيد بخصوص تقاطع 29 يعني بداية الفلوجة، هل توجد ملاحظة على هذا التقاطع؟ نعم حقيقة خاطبنا مديرية الطريق المرور السريع مركز صيانة الرمادي عدة مرات على تثبيت علامات مرورية، وخاصة يعني عندما يكون نستخدم الرمبة اللي تنزل على جهة مدينة القرمة، حيث أن هذا التقاطع يخلو من العلامات المرورية وهو تقاطع مهم، وعلما أن حركة السير أكثريتها ليلا، فإحنا نناشد هذه مديرية المرور السريع كما نناشد الإدارة المحلية لمحافظة الأنبار على أهمية هذا التقاطع على تثبيت علامات مرورية خوفا من وقوع الحوادث المرورية. إحنا الحقيقة نشكر، لا يسعنا إلا نشكر فضائية الأنبار، وكذلك نشكر السيد رئيس مجلس النواب والإدارة المحلية للرمادية المتمثلة بالسيد المحافظ، وكذلك قائم مقامية الإدارة المحلية لقضاء الفلوجة، والشكر موصول للسيد مدير مرور محافظة الأنبار، وشكرا العقيد المرور سعدون مهدي فرحان آمر قاطع مرور الطرق الخارجية.
أعزائي المشاهدين الكرام، تعقيبا على كلام المهندس ياسر من مديرية طرق المرور السريع وكذلك حديث العقيد سعدون مهدي فرحان آمر قاطع مرور الطرق الخارجية، أحب أوجه رسالة للأخوة سائقي المركبات مستخدمي طريق المرور السريع. للأسف طريق المرور السريع يفتقر إلى مقومات أو مميزات الطرق السريعة الدولية، يعني بسبب الأحداث التي مضت على البلاد بصورة عامة، الأسجة الأمنية غير موجودة، العلامات المرورية غير موجودة، الخطوط الأرضية، المجسرات أو الجسور الناقلة من الجانب الأول إلى الجانب الثاني، لذا سائق المركبات يضطرون أنه يستدارون من أي مكان يكون قريب عليهم، يعني يحب يستدير من أي مكان يستدير. الجسور بسبب الإرهاب تدمرت والجهات المعنية بصدد إنجاز أو صيانة هذه الجسور. لذا أخوتي الكرام، الالتزام بإرشادات رجال المرور، التقيد بالسرعة المحددة قانونا، يعني من تستخدم هذا الطريق المرور السريع لا تستخدم سرعة جنونية، أكو بعض السواق يستخدمون السرعة 160 180 140، يعني مثل ما ذكرت آنفا أنه الطريق يفتقر إلى مقومات هذا الطريق السريع، أسجة أمنية غير متوفرة، الأسجة المانعة للماشية والحيوانات غير متوفرة، حفريات لا تزال موجودة، أكو بعض الحفريات تمت صيانتها بطريقة تقليدية، يعني من أكو حفريات تستخدمها وتمت صيانتها غير ملائمة مع أو غير متساوية مع الطريق السريع الأصلي، يعني لو بها انخفاض أو بها ارتفاع يعني أشبه بالمطب، وهذا أيضا يولد عقبات لمستخدم الطريق أو لربما حوادث مرورية. نتمنى من الأخوة سائق المركبات مستخدمي هذا الطريق الالتزام بإرشادات رجال المرور، حزام الأمان، ارتداء حزام الأمان، حزام الأمان له فائدة كبيرة في التخفيف الضرر على سائق المركبة ومن معه أثناء حصول حادث مروري. نتمنى السلامة للجميع. أعزائي المشاهدين الكرام، فقرة الحوادث المرورية، حصل عندنا حادث اصطدام الساعة 6:30 تقريبا من يوم 21/6/2019 في تقاطع المدينة السياحية في الحبانية. للأسف سائق المركبة الأولى سورنتو خرج من المدينة السياحية إلى الشارع الرئيسي، لم يترك المجال لسائق المركبة الحمل تريلن بالاستمرارية بالمسير. طبعا هو يعني سائق المركبة خرج من طريق أو شارع فرعي إلى رئيسي، الأسبقية تكون لسائق المركبة الحمل في الطريق الرئيسي. للأسف نتيجة الحادث وفاة سائق المركبة الخصوصي وإصابة من معه، يعني سائق المركبة الحمل تريلا حاول أنه يتفادى الحادث، مكابح أبريك، حصل ما حصل الحادث. يعني نتمنى أنه من سائقي المركبات أنه من نعرض حادث مروري أو رسائل أو إرشادات أنه يتم الانتباه والأخذ بها تجنب الحوادث يعني مستقبلا، يعني الأخذ العبر والدروس من الحوادث السابقة. الحوادث تكون نتيجة أخطاء أو خطأ بسيط ينتج عندنا حادث، ربما وفاة أو إصابات أو غيرها، بالإضافة إلى أضرار الممتلكات والمركبات. حصل عندنا حادث أيضا يوم 23
6/2019، ايضا حادث ساخن مركبه ايضا خصوصي خرج من سورنتو، خرج من مدينه الثلوجه باتجاه مدينه الرمادي، نتيجه السرعه الزائده انحرفت مركبته واصطدم باحد اعمده الاناره او العمود الكهرباء. الحمد لله انه فقط اضرار بالمركبه، ساخن المركبه الحمد لله الله لطف انه ما صار به اي ضرر او اصابه. هذه الرسائل، هذه الحوادث، نتمنى انه اخواننا ساخن المركبات الالتزام بارشادات رجال المرور، التقيد بكل ما نوجهه سواء عبر برنامج المرور المجتمع او حتى مفارزنا المروريه بالشارع، من يستوقفوا اي سائق يوجه له نصيحه لا تمشي سرعه، ارتدي حزام الامان، لا تجتاز من جهه اليمين، يعني عده نقاط، الزجاج المظلل، بالاضافه الى رساله احب اوجهها عبر البرنامج ايضا. مراجعنا مديريه المرور العامه اكدت على المحاسبه على سائق المركبات الذين ليست لديهم او لا تتوفر لديهم اجازه سوق. اجازه السوق طبعا هي شرط انه لكل سائق مركبه تكون عنده اجازه او رخصه قياده مركبه. مواقعنا متوفره سواء في بغداد او الانبار في منح سائق المركبات اجازه رخصه قياده مركبه او اجازه سوق. لذا نوجه رساله لاخواننا سائق المركبات اللي ما عنده اجازه سوق او نافذ اجازه السوق الخاصه به، مراجعه موقع تسجيل المركبات في الكيلو 18 في غرب الرمادي لاكمال ما مطلوب. بالاضافه الى التاكيدات اللي وردت ان عبر مراجعنا محاسبه على مطفاه الحريق في المركبه. حرائق مستمرة لبعض المركبات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أشرت عندنا عدة مركبة احتراق عدة مركبات. بالإضافة إلى ملاحظة مهمة أنه بعض الأخوة ساخن المركبات يتركون معطرات داخل المركبة أو جداحات، يعني خاصة الإخوان اللي يدخنون جداح داخل المركبة، ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة أيضا تولد هذه شحنة أو احتراق المركبة. ملاحظة ثانية أنه تزود بالوقود أخي السائق الكريم قدر الإمكان، أنه مركبتك يعني لا تزود فول بالوقود البنزين، يعني أيضا هاي تراعي فيها والأخوة في إدارة أو مديرية الدفاع المدني أيضا يوجهون هذه الرسائل. نتمنى أنه الأخذ بها أنه تزود بالوقود، يعني أو بالوقود أوقات، يعني أنه درجات حرارة تكون منخفضة نوعا ما، عدم ملء المركبة 100% بالوقود. كل هذه الملاحظات إخوان نضعها أمامكم حتى نتجنب الحوادث المرورية. سلام الجميع. أعزائي المشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المرور مجتمع قناة الأنبار الفضائية. إعداد وتقديم عقيد المرور هيثم حسين، والمصور الرائع عمر عامر. سنتواصل معكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.